عليكم وصباح الخير على كل المتابعين والمشاهدين عبر صباح الشروق. أهلا وسهلا بكم. والطموح كل إنسان جواه طموح وبيطمح لأشياء كثيرة عشان ما يصليها، وإذا كان ما عندك طموح ما حتصل ولا حتمشي من مكانك أي خطوة. وممكن ما تكون أنت إنسان عايش، وأي إنسان عايش بدون طموح بيقولوا ده ما بيتقدم وبيكون ما عنده أهداف وما بيمشي لقدام. لكن هل الطموح ده ذاته ممكن يكون مختلف من إنسان لآخر؟ وهل الطموح ذاته في طموح سلبي وطموح إيجابي؟ وفي طموح بيخليك تصل بسرعة، وفي طموح بيخليك نايم في سريرك وإنت بتتخيل يا سلام والله نفسي أعمل ونفسي أبقى. كل الحاجات دي نحن حنتعرف عليها وحنبحر فيها أكثر مع دكتورة اللي موجودة معانا الآن سارة إبراهيم محمد، أستاذ الإعلام بجامعة أم درمان الأهلية. أهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك. صباح النور، صباح السعادة، صباح الأمل، صباح كل شيء جميل بتمنوا لمشاهدي الشروق داخل وخارج السودان وعلى امتداد البث. وأنا سعيدة كل مرة بقول أن أكون مع ناس الشروق حبايبي. أهلا بك. عندهم معزة خاصة عندي، يعني تعيش وأنت ذاتك قاعد تضينا الطموح وإحساس بالأمل والإيجابية والحياة. والله دكتورة سارة، إذا إحنا تحدثنا عن الطموح، الطموح ذاته من وين بيجي؟ وهل بيغرسوه في الأطفال من صغار، ولا الواحد براه بعد ما يكبر بيحس أنه أنا طموحي كده وعايزة أعمل؟ طيب هو الطموح شنو أصلا؟ هو قال لك الطموح ده إنك تمتلك الحافز لبلوغ القوام، وهو هدف الإنسان دايما بيسعى لتحقيقه في حياته. يعني من ما يولدوه لحد ما يموت دايما لازم يكون عنده هدف كده معين داير يصل له، او عنده مستوى معين من الحياه هو داير يعيشه، مستوى معين من الوضع الاجتماعي الاقتصادي التعليمي هو داير يصل له. بعدين الطموح ده الحاجه الكويسه فيه انه هو زي شفتي بديك شنو، زي الجنريتر كده بديك نوع من الحافز عشان انك تنجز مهامك بالمناسبه. عشان كده احنا لما نيجي نتكلم عن الطموح لابد نضع في الاعتبار انه هو في اختلاف في وضع الطموح ده ذاته. نعم. ما ثابت، من انسان لانسان بيختلف. قول لي شنو اول شيء؟ طبيعه الانسان ذاته، مقدرات الانسان وامكانياته والبيئه اللي هو قاعد فيها. البيئه دي ممكن تكون الاسريه اللي ام بتقول لابنها من صغير ولدي وحيكبر وحيبقى لي دكتور وحتدخل في جواه طموح الجرايه. دكتور عالي كل زول ماله حلوه جدا نحبها نغني له. ده نوع من الطموح اللي بيخليه انه يصل. يلا طيب انت عارفه اللي بقول لك مثلا في عوامل بتاثر في الطموح الانسان. اول حاجه الجنس، جنس الانسان ذاته، يعني الذكر والانثى طموحهم بيختلف طبعا. صحيح. ما زي البعض. بعدين الذكاء، شفتي مستوى الذكاء بتاع الانسان؟ كل ما كان مستوى الذكاء بتاعه عالي كل ما كان طموحه منظم ومعقول، وكل ما كان ابتكر الطرق السهله جدا انه يصل لها لهدفه. عشان كده احنا دايما بنحاول من هون اطفالنا صغار اننا نطور مقدراتهم ونخليهم يكونوا يعني ما مش ذكيين خالص، لكن نكون عارفين هم بيعملوا في شنو. يعني نغرس فيهم كثير من الاساليب والمهارات اللي هي بتخليهم انهم يقدروا انهم يحددوا طريقهم في الحياه. بعدين الحاجة الثالثة في مهارة الأول العامل المؤثر على الذكاء، فكرة الإنسان عن نفسه. فكرة الإنسان عن نفسه دي هي دي اللي بتتبني لنا من التربية اللي أنت بتقوليها. نعم. إحنا من هو طفل صغير هو داير شنو؟ وإحنا دايرين إنه يكون شنو؟ يعني حكاية نغني لأولادنا وخياتنا نضرب لهم بالأمثال وندرسهم بالقصص، الناس الطموحين اللي في الحياة، الناس اللي بلغوا مناصب كيف، وأنا عايزك تقبلي دكتور. تعالج كل زول، وانا بدك تقبلي مهندس، المهندس المفتش، تقبلي معلم، تقبلي قاضي. يعني انت عارفه المفاهيم دي كلها بتتغرس في الطفل من هو صغير. دي فكره الانسان عن نفسه. بعدين بتجي شنو؟ بتجي المناهج الدراسيه. شفتي المناهج الدراسيه دي انا قاعده اقول دائما يعني المفروض يعمل لها اعاده بتاع التاهيل. ليه؟ لان عشان تكون هي تتناسب مع التكنولوجيا ومع التطور ومع الحاجات اللي هي موجوده في العالم. نعم. احنا محتاجين. بعدين الحاجه المهمه جدا في العوامل اللي بتاثر على الطموح القدوه الحسنه، يعني الاسره ذاتها اللي احنا قايمين فيها، هل هي اسره طموحه؟ ما في اسره كده الناس يقول لك النازل طموحين تلقيهم وبيحاولوا مثلا تلقى الاسره كلها شغاله. صحيح. تلقى الولد هو من نفسهم ايوه تلقى الولد حتى لو هو بيدرس الجامعه تلقى شغال، وتلقى الام ذاتها شغاله والابو شغال، بيحاولوا دائما يصلوا لوضع معين
في الحياه يكون عندهم هدف. مثلا انا عندي هدف في اولادي دول كلهم دار بقيهم دكاتره، عندي هدف في اولادي دار اطورهم دار اعلمهم. لكن يا دكتوره معلش الحاجه دي ممكن تكون ده طموحك انت، لكن ما طموح ولدي. يلا ما انت بتغرسي في طفلك من البدايه انه يكون عنده طموح. عايز يمشي دكتور عشان ما مشكله انت عارفه، ما انا بوريك انا ما فهمتي، انا قصدي لك انه الطموح ده بيتغرس دائما من الطفل. يعني تلقي مثلا الاسره كلها ما شاء الله. لا يا دكتوره انا ما شاء الله. لا دكتوره معلش، انت بتقولي الام هي اللي عايزه اولادها تغرسهم، لكن قد يكون في واحد عنده طموح انه يبقى كابتن طيار. يلا ما مشكله ما مشكله انت ما البدايه يمشي في طموح غلط. ممكن في ناس بيمشوا في طموح لكن ما حقق. يلا احنا معلم نجي اجيك لقدام شويه، انك انت لما تغرس هو الطموح تخد له الهدف، الهدف وتقوم هذا الهدف ذاته تشتغل عليه وتعمل له خطه، صدقيني بتصل بيصل للحاجه. انت وام بالمناسبه ولدتي ولدك ده بتكوني عارفه مقدراته، بتكوني عارفه افكاره، بتكوني عارفه ما هنا الفروق الفرديه بتاعته، عارفه انه توجهاته هو بيناسبه شنو ما بيناسبه شنو. والله صدقيني افضل الناس اللي في الدنيا اختاروا لهم اهلهم بالمناسبه. ليه؟ لانك انت بتكون عارف فكرته في شنو. هسه شبابنا ده كلهم ضايع بالمناسبه، ضايعين. بقول لك احنا ما عارفين، بيصلوا فتره من الفترات يقول لك احنا ما عارفين نقرا شنو، احنا ما عارفين نتجه على اي اتجاه. احنا انت عارفه الانسان كله ما كان عنده طريق، رغم نسبه الوعي الكبيره اللي اصبحت عندنا في الجيل الحالي. يعني الجيل واعي لكن انت كده قاعد معاه. احنا ما اساتذه بندرس في الجامعه، اغلب الناس اللي دخلوا في التخصصات بس عشان ودته لهم مثلا نسبهم او ظروفهم الماليه. ما يقول لك ده دي ما الحاجه اللي انا كنت دايره، ده ما طموحي. عشان كده بتلقيه مثلا ما مجتهد في القرايه، بتلقيه طوالي مثلا فاشل في يرسو في الامتحان. لانه الحاجه دي ما ارضت الطموح بتاعه، ما ادته الحافز. انا قلت لك هو الحافز لبلوغ القوه ده ما عنده، بقى ما موجود. هو بيأدي بقى في مهام هي بيعتبر انها هي بس ديكور فولكلور، انه في النهايه دار يشيل هذا ويعلقها. لكن ممكن يصل للحاجه اللي بيطمح بها يوم من الايام بعد ما يكمل مثلا دراسه. يلا عشان كده احنا لما نجي نتكلم عن انه مثلا الانسان الطموح ده شكله شنو، عشان هو احنا دارين نغرس الانسان الطموح. عنده مواصفات يا دكتور؟ عنده مواصفات. شنو مواصفات الانسان الطموح؟ مواصفات الانسان الطموح اول حاجه عنده هدف. احنا لابد مما نولد اولادنا ديل ونكبر نغرس فيهم هدف. يكون عندك هدف، هدفك شنو في الحياه؟ من هو طفل صغير تلاقيه يجيبوه في التلفزيون يتكلم انا عايز اكبر، عايز اكبر كده ومحامي وكابتن طير. لابد الحاجه دي بالمناسبه مهمه جدا، يكون عنده هدف. بعدين انت الهدف ده يكون عنده خطه، ترسم له خطه تساعديه انتوا كولي امر او كمدرسه او كجهه في انه يكون عنده خطه. الخطط دي بالمناسبه حتى لو كانت يعني انت بتشوفيها يعني قصيره او بكره هيحصل شنو، لابد يكون الانسان عنده خطه. ليه؟ لانه الخطه دي بتوريك انت بكره هتعمل شنو. الطريقه الصحيحه اللي هيمشي عليها. اي بعدين الانسان ما بيستسلم. شفت الانسان الانهزامي دايما بينهزم من اقل حاجه ويقعد يزعل ويشرط الدنيا، وده انسان بالمناسبه ما عنده طموح. ليه؟ لانه في اقل عقبات الحياه هو بيستسلم سريع. بعدين بقول لك الانسان الطموح انسان بيقدر الوقت، زمنه ده عارفه كويس بالمناسبه، ما بيضيع الزمن. يوم كله قاعد في الكشتينه والجبنات والونسه والفيسبوك والواتساب وشارع النيل وغيره وغيره، دي انسان ما عنده طموح. ليه؟ لانه بيضيع في زمنه وما عارف قيمه الزمن. عنده عقليه، الانسان الطموح عنده عقليه متميزه جدا، بيعرف يدير امور حياته. بعدين فكرته عن نفسه، الفكره حقته عن نفسه عاليه جدا، وعارف هو منو. عشان كده الطفل لما تقول لي يا بليد يا غبي انت الحاجه دي، انا قاعد اقول لهم لاولادي بقول لهم انتوا بتقدروا. أيوة. انتوا بتقدروا على الحاجه. عشان كده يا دكتوره ما تخلي الحاجات تهزمك. بنلقى الانسان الطموح مهما وصل من الحاجه اللي عايزها بيلقى طموحه لسه ماشي معاه، وهل الطموح ما عنده نهايه؟ ما عنده نهايه الانسان لحد ما يلاقي رب العيش، ما عنده نهايه. الطموح ده بالمناسبه يتمرحل حسب مراحل حياتك. كل فتره من الفترات انت عندك، عشان كده انا بقول لك عندك خطه، لابد يكون عندك خطه في الحياه. كل فتره من الفترات خطتك دي بتحصل لها ابديت، تجديد، تتماشى حسب المقدرات بتاعتك وحسب ظروفك وحسب البيئه اللي انت موجود فيها. البيئه دي قاعد تحكم بالمناسبه طموح الناس. يعني انا ما بستسلم، لكن بحاول اغير في الخطه بتاعتي، بالذات في الظروف اللي احنا قاعدين فيها الاقتصاديه. صحيح. انا لو ما قدرت انه مثلا اصل وضعي معين، ما معنى انه انا طموحي هيجيب، لكن انا ممكن افكر في الاساليب البديله اللي هي بتنغزني بالمناسبه. عشان كده بقول لك فايدة الطموح انه بيعمل لك نوع من شنو الاستقرار المادي، وبيطور مهاراتك. يعني تلقي مثلا الزول فجأة اكتشف انه ممكن يعمل اكسسوارز. مره قلت لها اليوم انه هي الحكايه دي هي ما بتكون هي طموحه، لكن هي ممكن تحقق له نوع من الاستقرار اللي بيخليه اللي بيحقق به الطموح لقدام. اها
اكتشفت ان الوحده دي فعلا هي طموحي، مثلا دايره ابقى مهندس او دايره ابقى زول مثلا فيمس، زول مشهور في الحياه، افتش في الحاجات ممكن اكتشف اني انا عندي ادوات كده، مهارات بسيطه في حياتي انا ممكن استفيد منها واطور ذاتي. واحدة من الحاجات دي يا دكتورة بنلقى الأمهات الكثير منهم بتقول لك والله أنا كان نفسي زمان قبل أزوج أقرأ الجامعة وكان نفسي أعمل، فبتلقيها جات درست مع بناتها لأنه طموحها ما وقف. بالضبط. دي عملت شنو؟ عملت تغيير في الخطة. يعني الخطة بتاعتها لكن ما نسيت الطموح. أيوة حسي قال لها أنت مثلا في الفترة دي أقعدي في البيت وأولدي وربي أولادك. أوكي قعدت لكن خطت في بالها أنه لسه هنا الفكرة حقتي القديمة قاعدة، أدت العيال زمنهم وفترتها زمنها، وقابت بعد كده تفتش على هدفها اللي من زمان عايز تصل له. وانا بحترم الناس كده بالمناسبه، وبحس انهم هم بيغرسوا في اولادهم انه انت لازم يكون عندك طموح في الحياه. احنا اي نعم ما ممكن ما حنكون ناس مثاليين، اقول لك انه الظروف الاقتصاديه حقتنا يعني ظروف مثاليه لانه الطموح يكون فيها موجود. الظروف الاجتماعيه بتاعتنا يعني انا من الحاجات المعيقه للطموح الظروف الاجتماعيه، قايت الاجتماعيات حقتنا ما عندها حدود، وفجأة ممكن يغيروا لك خارطة طريقك بزول عيان ولا زول توفى، ولا يغيروا لك يومك، ولا انت مطالب انك انت تمشي تقف مع ناس فلان وفلان وفلان، دي كلها بتأس خصما من زمنك. صحيح صحيح. لكن انا قاعد اقول لهم لا بد الانسان يحس بانه الزمن ده عنده قيمه بالنسبه له. ما انا قاعد اقول لهم اليوم المصريين عندهم مثل بيقول لك حياتك عيشة في سعادة لأن ما عندها إعادة. حقيقي ما عندها إعادة، ما ممكن أنا أعمل ريكورد وأعيد حياتي يعني. صحيح. فالسعادة دي بتجيني من إنه أنا السعادة والرضا العقلي بيجيني من الطموح بالمناسبة. ليه؟ لأنه أنا قاعد أحس إنه حياتي عندها قيمة، طالما أنا عندي طموح معين دايرة أصلي كل يوم أنا بمشي بحس إنه أنا عندي قيمة لحياتي دي. معلش يا دكتوره، نحن قبل ذكرنا انه الحياه البيئيه اللي نحن محيطه بينا قد تعيق الطموح. يعني واحد بيكون نفسه يعمل مشروع لكن في دوله تنعم بالاستقرار، يعني عندنا شباب في السودان عايزين الشباب يستقر عشان يقدموا طموحاتهم ويشوفوا انجازاتهم اللي عايزينها. دي واحده من معيقات الكبيره معيقات الطموح، عشان كده بيسافروا بيهاجروا بيمشوا بيكون ده ما طموحهم. انت عارف الحته بتاعت السفر دي اسمها شنو؟ دي اسمها ايوه الهروب من الواقع، او بسموها الخيالات المرضيه. دي خيارات، دي خيارات يا دكتوره، دي ما خيالات، دي خيارات دائما للمعيشة. دائما الانسان دي خيارات للمعيشة. دائما الانسان بيكون هارب من وضع فيه اكتئاب، بوضع فيه ضغوط، بعدين عشان كده قال لك طموحه بيكون هنا مبني على الخيال. عشان كده بصطدم بالمناسبه بقول لك الزول مشي لاوروبا اول شيء حكايه يركب السنبق، ده نوع من الهروب، ده نوع من التطوع، او طموحه انه مثلا داير اوروبا. الوسيله اللي استغلاها عشان انه يصل بها اوروبا ما كانت الوسيله المناسبه، عشان كده لما يصل هناك حيفاجئ بانه طبعا دي ما الحياه اللي انا دايره الورديه ودي ما، لكن بعد ما في رجعه بتكون. عشان كده دي احنا الطموح اهم حاجه فيه معيقات الطموح انك انت تكون عندك افكار واقعيه. البدعيق او مخاطر الطموح قول لي شنو؟ انك انت ما تكون انسان واقعي. بعدين اهم حاجه انك في تفاصيل، اهمال التفاصيل، في تفاصيل صغيره كده في المكان اللي انت عايز تمشي، الوظيفه اللي انت عايز تعملها، دي لازم تكون عارفها. بعدين الحلم دول انجاز، حكايه ذكرونا زمان خلينا انهم يحلموا. نختم به انه نحن الاحلام ذاتها ممكن تكون نوع من الطموح، واحد يكون يحلم وهو صاحي. الحلم من غير انجاز، يحلم وهو صاحي في انه انا لازم اعمل واعمل عشان ما يحقق طموحه اللي هو عايز يصل له، لكن معوقات الطموح ممكن تكون كبيره نتفق عليها. كبيره اي معوقات الطموح، لكن نتجاوزها. لكن طيب اقول نتجاوزها بحاجه، اول حاجه نضع لنا هدف. اخوانا ما في زول يعيش من غير هدف، لازم يكون عندك هدف. بعدين تثق في نفسك كويس جدا، تثق في انك انت حتحقق الحاجه اللي عايزها. الحاجه اللي بعدين احنا الافكار التقليديه دي نبعد منها ونتطور ونشوف التكنولوجيا والحياه، بعدين ما نضيع زمننا وما ناجل عمل ليله لبكره والليله وبكره والليله وبكره، ونلقى العمر جرى. وزي ما قلت لكم خلي عندك طموح، الحياه عيشها بسعاده عشان ما فيها اعاده. شكرا جزيلا لك دكتوره ساره، حنكون معاكي مرارا وتكرارا زي ما عودتينا في صباح الشروق، وشاكرين مقدرين لصباحك وطموحك اللامحدود. وفعلا طموحي لا محمود. شكرا لك. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله.